يعطيكم العافية، أنا رام أبو طاق، طالبة صيدلة. بالنسبة للباثوفسيولوجي مادة جدا لطيفة وسهل كتير ينجاب فيها علامة عالية إذا درستوها أول بأول وتابعتوها، بس بالعادة الكل بيحكي عنها صعبة وبتنزل المعدل وهيك، بس لأنها شوي بتختلف عن نمط المواد اللي درسناها قبل. صرح أحاول أشرح لكم اللي بقدر منها من المادة. بالبداية عن أول سيستم اللي هو الكارديوفاسكولار سيستم. هلأ هذا السيستم حرفيا من أكتر السيستمات اللي بيجي عليها علامات، أكتر سيستم عليه علامات، بيتكرر معنا بالفيرست وبالفاينل، أكتر سيستم بيحتاج فهم. باقي السيستمات بتلاقي إنه الأسئلة فيها جدا مباشرة، بس مجرد حفظ من السلايدات وهيك بتمشي أمورهم. سو رح نبلش بالمحاضرة الأولى. هلأ بالبداية رح نحكي شوية أشياء مراجعة أخذناها قبل هيك بالأناتومي وبالفسيولوجي، تقريبا كلها مر علينا، فرح تكون معلومات كتير سهلة وبس شوية وبس مراجعة إلها. أوكي نبلش. هلأ أول شي شو الفانكشن للكارديوفاسكولار سيستم؟ بنعرف إنه وظيفة الجهاز القلب والأوعية الدموية إنه يمسك الدم المحمل بالأكسجين ويودي لكل خلايا الجسم عشان تقوم بالفانكشن المطلوب منها، وياخد منهم الويست برودكت والسي أو 2 عشان نتخلص منها عن طريق اللانج والكدني. أوكي the major function of cardiovascular system is to deliver the blood that is loaded with oxygen to all cell and the body and take CO2 and waste product to other organ like lung والكدني عشان يتخلصوا منهم. هلأ من شو بيتكون الكارديوفاسكولار سيستم؟ بيتكون من الهار اللي هو عبارة عن المضخة اللي بينبض عشان يضخ الدم لكل أنحاء الجسم. بيتكون كمان من البلود فيزلز هي الأوعية الدموية بيمر فيها الدم، وبيتكون كمان من الدم. هلأ رح نحكي شوية عن anatomy of the heart. وين موجود الهارت؟ موجود الهارت بمنطقة بنسميها ميديستينيوم، موجودة هون بين التو لانجز. هاي المنطقة موجودة ما بين السكند والفيفث انتركوستال سبيس، ما بين المنطقة اللي عند ما بين يعني السكند والفيفث انتركوستال سبيس هون تقريبا. من قدام اللي هي من قدام عندنا بحيث فيها عظمة الاسترنوم، موجود قدام عظمة الاسترنوم، وبستيرير اللي موجود فيها وراها ايش الفيرتيبرال كولم اللي هو ايش العمود الفقري. هلا بالنسبه للبي ام اي، البي ام اي هي البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي. شو يعني بوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي؟ هي اكتر منطقه بنسمع فيها نبض القلب بيكون واضح، يعني احسن منطقه بنقدر نسمع فيها نبض القلب يكون واضح كتير. طب وين موجود البي ام اي اللي هي البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي اللي هي احسن منطقه بنسمع فيها نبض القلب؟ موجوده عند الفيفث انتركوستال سبيس تقريبا هون، محل ما هو موجود الابكس اوف ذا هارت 2 انش بيلو ذا نبل، 2 انش تحت النبل. تمام موجوده يعني عند الفيفث انتركوستال سبيس اللي هي بيكون موجود فيها ايش الابكس اوف ذا هارت. هاي المنطقه لما نحط السماعه بنسمع احسن اقوى نبض للقلب. هلا بالنسبه للناس احيانا ممكن يصير عندنا مشاكل تؤدي الى تضخم القلب، يعني امراض معينه تؤدي الى تضخم القلب. طالما صار في تضخم للقلب معناها الابكس اوف ذا هارت رح تصير لتحت اكثر، وبالتالي البوينت اوف ماكسيمم انتنسيتي رح تصير اكثر عند السكس والفيفث والسيفنث انتركوستال سبيس، رح تصير نازله تحت اكثر تقريبا هون. من الناس اللي بتصير لهم كارديوميجالي هم مرضى الهارت فيلير، رح نعرفها بالضبط وليش بصير لهم كارديوميجالي لما ناخذ المحاضره الخامسه اللي بتحكي عن الهارت فيلير. اوكي هلا الهارت بتكون من 4 chambers اللي هما 2 atria و 2 ventricle وعندنا valves. خلينا هلا نشوف الصورة ونوضح بشكل أساسي كيف بتصير عندنا هاي الأشياء. طيب هلا لو بدنا نحكي إنه كيف بتصير عندنا circulation تبعت القلب، إنه كيف بياخد الدم من كل الجسم بنقيه وبحمله بالأكسجين بعدين برجع بضخه لكل الجسم. هلا بالبداية بدنا نعرف إنه الأورجنز بتاخد الدم عن طريق ارتريس عن طريق شريان، وبترجعه للقلب عن طريق ايش فين اللي هو ايش وريد. اوكي هلا بالبدايه عندنا رح يجي الدم مش محمل بالاكسجين اللي فيه ويست برودكت وفيه الاشياء المش منيحه من كل الخلايا من خلال الانفيريور والسوبيريور فينا كيبا، هذول عباره عن تو فين بيودوا لوين؟ بيودوا للرايت اتريوم. تمام هلا الرايت الرايت سايد اوف ذا هارت فيها الدي اوكسجينيتد بلود الدم المش محمل بالاكسجين، بينما الليفت سايد اوف ذا هارت فيها الاكسجينيتد بلود اللي بتوديه لكل انحاء الجسم. تمام اول شيء رح يجي عندنا الانفيريور فينا كيفا رح ياخذ الدم الوسخ اللي فيه كل الويست برودكت اللي ما فيه اكسجين الدي اوكسجينيتد بلود، رح ياخذه من وين؟ رح ياخذه من الاورجان الموجودين تحت.
تمام. والسبيري راح ياخذوا ايش من الاجزاء العلويه من الاعضاء العلويه من الجسم، يودوهم لوين؟ للرايت اتريوم. من الرايت اتريوم بروح على الرايت فينتريكل، ومن الرايت فينتريكل راح يطلعوا على البالمونري ارتري. هذا عباره عن شريان بيودي لوين؟ بيودي للرئه. لما يروحوا على الرئه راح يتحملوا بالاكسجين ويرجعوا مره ثانيه من خلال البالمونري فين لوين؟ لل ليفت اتريوم، بعدها للليفت فينتريكل، ومن الليفت فينتريكل رح يروحوا بالاورتا عشان ينتقل لكل انحاء الجسم. هلا طالما حكينا ان الرايت سايد اوف ذا هارت في عندنا اوكسجينيتد دي اوكسجينيتد بلد، يعني دم غير مؤكسد، بينما الليفت سايد اوف ذا هارت فيها الاوكسجينيتد بلد، معناها لازم يكون عندنا الجهتين من القلب مفصولين عن بعض، لانه ما لازم نخلط بين الدم المؤكسد ودم الغير مؤكسد. عشان هيك بيفصل عندنا بين التو اتريا intra-atrial septum وبين two ventricle intra-ventricular septum، بيكون موجود هون. هذا بيفصل ما بين right ventricle و left ventricle. كمان عندنا صمامات. أهمية الصمامات إيش هي؟ الصمامات بتحافظ إنه يكون عندنا اتجاه واحد للدم، يعني الدم يمشي بس باتجاه واحد. هلأ ما بين right atrium و right ventricle، مش حكينا نحن إنه الدم بيروح من right atrium لل right ventricle؟ ما لازم بعد ما يروح على right ventricle يرجع على right atrium، عشان هيك بيكون عندنا صمام. هذا الصمام بسكر ما بين right atrium و right ventricle، عشان يكون عندنا unidirectional للبلد، لازم يكون عندنا اتجاه واحد للبلد. هلأ الصمام الموجود ما بين right atrium و right ventricle بنسميه tricuspid valve، بينما الصمام الموجود ما بين left اتريوم والليفت فينتريكل بنسميه ايش؟ بايكاسبيد فالف. في عندنا صمام كمان موجود ما بين الرايت فينتريكل والبالمونري ارتري بسميه بالمونري فالف، وفي عندنا صمام موجود ما بين الليفت فينتريكل والاورتا بنسميه ايش؟ اورتيك فالف. بيمنع عودة الدم من الاورتا بعد ما يروح على الاورتا عشان ينتقل لكل انحاء الجسم، بيمنع انه يرجع مرة تانية للفينتريكل، بحافظ انه يكون عندنا يوني دايركشنال للبلود، اتجاه واحد للبلود. تمام، نرجع نشوف شو مكتوب عندك. four valves اللي هما two atrioventricular valve اللي هما حكينا البايكاسبيد والترايكاسبيد فالف. عندنا الانترنسيك كوندكشن سيستم. شو يعني لما نحكي انترنسيك كوندكشن سيستم؟ ايش يعني كوندكشن اصلا؟ احنا بنعرف انه في عندنا كتير اعضاء من الجسم عشان يصير فيها انقباض بتحتاج انه يوصلها اشارات من الدماغ يحكي لها انه يلا انقبضي، زي السكيلتال ماسلز مثلا بيوصلها اشارات من الدماغ عشان تنقبض وتنبسط. بينما القلب في عنده نظام توصيل داخلي، يعني في خلايا موجودة فيه هي مسؤولة انها تصنع الاكشن بوتنشال، يعني القلب ما بيعتمد على نبضه من مكان تاني زي الدماغ، ما بيحتاج للدماغ يبعث له اشارات يحكي له انه ينبض او لا. عنده خلايا معينة مسؤولة انها هي تصنع الاكشن بوتنشال، تصنع جهد الفعل وتنقله فيهم عشان يصير فيها انقباض للقلب، اللي هو عنده الاس اي نود الاي في نود والبندل اوف هيز والباركنجي فايبر. تمام، هذول هم بصنعوا الاكشن بوتنشال، بصنعوا يعني هذول عباره عن خلايا مسؤوله عن ايش؟ جينيريت اند ترانسميت الكتريكال سيستم تو كارديك ماسلز. تمام، عشان يصير فينا ايش؟ كونتراكشن اوف ذا هارت. اوكي، هاي الاشياء كل حكيناها. هلا بالنسبه للبلد اللي هو عباره عن فلويد اور ترانسبورت ميديوم فور ماتيريال، اللي هو عباره عن الوسط اللي بيتم نقل المواد فيه. هلا رح نحكي عن الطبقات اللي بتغطي القلب. هلا عندنا القلب بشكل عام كامل مغطى بطبقه او اتس كفرد باي بيريكارديوم، اللي عندنا هيك زي بيريكارديوم اللي هي عباره عن غلاف. هاي بنحكي عنها بيريكارديال كافيتي، هي عباره عن غلاف بتغطي القلب ككل، بينما هو نفسه في عنده يعني اكثر من طبقه من الخلايا. تمام، هلا في عندنا اول شيء الاندوكارديوم اللي هي انر موست لاير، اللي هي الطبقه الداخليه اللي هي عبارة عن سموث ماسلز. في عندنا الميوكارديوم اللي هي عبارة عن سكيليتال ماسلز، اللي هي العضلة اللي هي عضلة القلب نفسها. وفي عندنا الإبيكارديوم اللي هي الأوتر موست لاير اللي هي زي السيروزا. تمام، يعني بالبداية عندنا الاندوكارديوم اللي هي عبارة عن طبقة سموث ماسلز، عضلات ملساء. بعد هيك عندنا عضلات اللي هي زي يعني هي اللي هي عضلة القلب نفسها، الميوكارديوم اللي هي عضلة القلب يصير فيها الانقباضات والانبساطات وهاي القصص. وفوقهم عندنا ايش؟ الابيكارديوم، كلهم مغلفين بالايش؟ بالبيريكارديال كافيتي. هلا البيريفيوجن اوف ذا هارت،
هلا احنا بنعرف انه اي عضو بالجسم عشان يقوم بالفانكشن تبعه لازم في له شريان معين بيوصل له الدم بيوصل له الاكسجين عشان يصير عنده طاقه كافيه يقوم بالفانكشن تبعته. والهارت كمان نفس الشيء، حتى القلب اللي هو بضخ الدم لكل انحاء الجسم في شريان معين بتضخ له الدم بتعطيه الطاقه عشان يقدر يقوم بالفانكشن تبعته ويضخ الدم لكل الجسم. هاي الشريان بنسم ايش اسمه، هو الكورونري ارتريز، عباره عن الكورونري ارتريز. هذا الشريان بيتفرع على الرايت اند ليفت كورونري ارتري. هون كتير الدكتور بحب يسال عنهم، بيسال دائما عن التفرعات تبعت الكورونري ارتري. خلني افرجيكم صوره تبعتهم. هلا بالبدايه عندنا الرايت كورونري ارتري والليفت كورونري ارتري. الرايت كورونري ارتري كيف راح يتفرع؟ راح يتفرع على بوستيريور، تبهو بوستيريور ومارجينال. هلا كيف اوكي بوستيريور ومارجينال، بينما الليفت راح يتفرع الى انتيريور وسيركمفلكس. طب كيف تقدروا انه تحفظوهم وما تخربطوا بينهم؟ بس مجرد ما تتخيلوا الصوره قدامكم راح تعرفوا. هلا حكينا هاي انتوا عندكم الهارت صح، عندنا هاي الليفت سايد اوف ذا هارت وهاي الرايت سايد اوف ذا هارت. هلا الليفت سايد اوف ذا هاي اوف ذا هارت كيف جاي انتيريور، جاي لقدام، عشان هيك بيعطينا ايش anterior. التفرع تبعه بكون ايش left anterior، بينما الرايت سايد جاي لورا معناها ايش بيعطينا posterior. كمان marginal، marginal يعني حافة، هو الرايت سايد اوف ذا هارت الكورونري ارتري هو اللي جاي هيك عند حافة اللي هي من هون، عشان هيك الرايت بيعطينا posterior وmarginal، بينما الليفت بيعطينا ايش anterior anterior وcircumflex. تمام. هلا هدول الشريانين بيروحوا بيعطوا القلب دم عشان دم واكسجين كافي عشان يقدر يقوم بالفانكشن المطلوبه منه. اوكي هلا هاي كلهم حكيناهم، حكينا عن السيستماتيك سيركوليشن انه كيف بيطلع الدم من الليفت من الليفت فينتريكل وبيروح على الاورتو بينتقل لكل انحاء الجسم اللي حكيناها هون، نرجع نعيدهم كمان مره. هلا بالبدايه حكينا الرايت سايد اوف ذا هارت بنتقل فيها الدم من بجيها الدم الدي اوكسجيناتد من السوبيريور والانفيريور فينا كيفا، بيروح على الرايت اتريوم، بعديها في عندنا ترايكس بيتفالف بيكون مفتوح بنتقل للرايت فينتريكل. بعد هيك بعد ما يوصل على الرايت فينتريكل بسكر عندنا الترايكس بيتفالف عشان يمنع انه يرجع مره تانية، بيروح من البالمونري ارتري وبيروح على الرئه وبصير اوكسجيناتد. هاي بسميها ايش؟ هاي بسميها بالمونري سيركوليشن. تمام. هلا الدم اللي مأكسد بيرجع مره تانية من خلال البالمونري فين لوين اوكي بيرجع لوين؟ بيرجع للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم بيروح لوين؟ على الليفت فينتريكل. بعد ما يوصل على الليفت فينتريكل الباكس بتفالف بسكر. تمام. بعد هيك بيطلعوا من الفينتريكل وبيروحوا على الاورتا، لما يروحوا على الاورتا اكيد رح سكر عن الاورتيك فالف، ومن الاورتا بنتقلوا على ايش؟ على كل انحاء الجسم. ها هي السيستميك سيركوليشن. اوكي طب نوضح متى بيفتح وبسكر كل فالف. هلا بالنسبه لل تراكس بيد فالف والبايكس بيد فالف او بنحكي عنهم اي في فالف، متى هدول بيفتحوا متى بسكروا؟ بسكروا لما يصير عندنا ايش انقباض بالفنتريكل. متى يعني لما تنقبض الفنتريكل بعد ما يوصلها الدم من الاتريوم، هون بسكر عندنا ايش الاي في فالف. لما يسكر الاي في فالف هذا راح يطلع لنا ذا فيرست ساوند اوف ذا هارت اللي هو ايش لب. احنا نعرف ان اصوات القلب كيف تكون لب دب، عند تسكير الاي في فالف بيطلع لنا اول صوت. لا لانه الدم بيكون موجود بالفنتريكل راح يجي يحاول يرجع على الاتريوم. تمام. بيكون تركيزه كبير بالفنتريكل فراح يحاول يروح على الاتريوم لانه اقل تركيز، فبيجي يرجع بلاقي الفالف مسكر فراح يطلع لنا الفيرست ساوند اوف ذا هارت اللي هو ايش لب. تمام. ومتى بسكر الاي في فالف؟ لما تنقبض الفنتريكل. هلا بعد هيك الفنتريكل بعد ما انقبضت راح تودي الدم اللي فيها لوين؟ للاورتا. تمام. بعد ما توديه للاورتا راح ايش يصير فيها؟ انه خلص عم طلع الاغلب الدم منها، سو بصير فيها ايش انه بتنبسط، بصير فيها ريلاكسيشن اوف ذا فنتريكل. لما يصير ريلاكسيشن اوف ذا فنتريكل معناها ايش؟ انه طلعت كل الدم اللي فيها للاورتا، معناها بسكر عندنا ايش الاورتيك فالف. لما يسكر الاورتيك فالف ويجي يحاول يرجع الدم للفنتريكل بيطلع لنا ايش السكند ساوند اوف ذا هارت اللي هو ايش دب. تمام. اوكي هلا بالنسبه للهارت فالف حكينا انه عندنا تو ديفرنت تايب اوف فالفز، عندنا نوعين من الصمامات، عندنا سيمينار
فالف اللي هم الأورتيك فالف والبالمونري والبالمونري فالف. حكينا الأورتيك اللي موجود ما بين الليفت فنتريكل والأورتا، بينما البالمونري موجود وين؟ ما بين الرايت فنتريكل والبالمونري أرتري. هلا الاتريو فنتريكولار فالف موجود عندنا ما بين الاتريوم والفنتريكل بالرايت سايد اوف ذا هارت. عندنا بالرايت سايد اوف ذا هارت عندنا التراكسبيد فالف، وبالليفت سايد اوف ذا هارت عندنا ايش؟ الباكسبيد فالف. اوكي بحكي لك انه they open and allow blood، انه هم بيكونوا مفتوحين عشان يسمحوا بانتقال الدم بالبدايه من الاتريوم للفنتريكل. وطبعا بدنا نعرف انه مثلا الباكسبيد فالف والتراكسبيد فالف في عندنا البابيلاري ماسل والكارد تندني، هذول بيكونوا زي هيهم هذول البابيلاري ماسل والكارد تندني، هذول بيكونوا مسكين الفالف عشان يخلوه يفتح ويسكر. تمام. هلا في حاله ما يكون مفتوح هذول بيكونوا ريلاكس، ما بيكونوا مرتاحين وما عاملين شيء، بينما لما يجي يسكر الفالف هذول بشدوا عشان يخلوه يسكر ويخلوا انه يوني دايركشنال للبلد. هلا بنحكي بالضبط ايش بيصير. تمام. وبعدين they close preventing blood flow into artery، راح يسكروا عشان ايش؟ يمنع هذا الباكسبيد فالف والتراكسبيد فالف، بيسكروا عشان يمنع البلد يرجع مره تانية من الفنتريكل للاتريوم. تمام. بهاي الحاله بصير عندك الكورد تندني ار بولتوت راح يكونوا مشدودين، والبابيلاري مثلا بصير فيها ايش؟ كونتراكشن. عشان ايش؟ عشان تمنع الدم يرجع مره تانيه للاتريوم، عشان يحافظوا على يوني دايركشنال للبلد، اتجاه واحد للدم. هلا ايش الفانكشن اوف بابيلاري مثلا ان كورد تندني؟ حكينا انه بريفنت بلجنج اوف فالف توارد الاتريوم وايل بيندنج اب بريشر ديورينج فنتريكولار كونتراكشن. تمام. يعني لما يكون هون عندنا الضغط عالي، لما ينتقل الدم من الاتريوم للفنتريكل راح يصير عندنا ضغط الدم بالفنتريكل، زي هون مثلا راح يصير عندنا ضغط الدم بالفنتريكل كتير عالي وهون قليل، راح يمنع انه ينتقل من الضغط العالي للضغط القليل ويحافظ على اتجاه واحد للبلود، انه to prevent back flow of blood، بيمنع انه يرجع مره ثانيه. طيب هلا هون بقول لك انه 30 years old man was admitted to emergency. بحكي لك انه مريض اجى على الطوارئ، صار عنده ايش؟ رابتشر، يعني تمزق وين؟ بالبابيلاري مسلز. ايش رح يصير عنده؟ طالما خربت عنده البابيلاري مسلز رح يصير الدم عنده ايش؟ يرجع من الفنتريكل للاتريوم، وطالما صار رجع من الفنتريكل للاتريوم رح يصير عنده خلل، رح يصير عنده ايش؟ رح يصير عنده two direction for the blood، رح يصير البلد مش باتجاه واحد، يصير يمشي بأكتر من اتجاه، رح يصير عنده back flow for the blood، رح يصير عنده رجوع للدم. تمام. هلأ من أهم الأماكن اللي تعتبر بتستهلك أكبر كمية من الأكسجين عندك إيش؟ للدماغ. هذول قراءهم قراءة. هلأ شو الانتركالات الديسك؟ أوكي. هلأ إذا متذكرين أخذنا زمان، أو ما بعرف إذا متذكرين، كنا نحكي إنه بالسكيليتال ماسلز عشان يصير عندنا انخباط بالخلايا السكيليتال ماسلز لازم كل خلية يوصلها جهد فعل من الدماغ، يعني الدماغ يبعت إشارة بنيورن لكل خلية من خلايا السكيليتال ماسلز عشان تنخبط. هذا الإشي ما بصير بالقلب. القلب مجرد ما وصل أكشن بوتنشال على خلية واحدة رح ينتقل لكل الخلايا كوحدة واحدة. طب كيف هذا الإشي بيصير؟ بيصير من خلال انتركاليت الديسك. شو الانتركالات الدسك؟ الانتركالات الدسك هي عبارة عن مجموعة خلايا موجودة بالقلب بتميزه، يعني مش موجودة ولا بمكان تاني غير بالقلب، بتكون بتربط ما بين الخلايا، سو بتساعد كتير بنقل المواد، بتساعد بنقل مثلا الايونز السايكليك اي ام بي الاكشن بوتنشيال بين الخلايا، بتزيد البرميابيلتي for flowing of anything. تمام. يعني بتكون موجودة بين الخلايا يعني بتسمح بمرور أي إشي بينهم بسهولة كتير. أوكي. اللي هي عبارة عن، يعني هي بتكون عبارة عن كيف؟ بتكون إنه موجودة ما بين غلاف كل خلية والتانية، موجود بينهم intercalated disc اللي هي عبارة حتى تكون water cell. هاي عبارة بتكون إنه عن gap junction desmosomes وأشياء تانية، يعني ما إلا دخل بالتركيب تبعها، بس عشان هيك هي بتسمح بنقل المواد بينهم. So it's important structure between the cell of the heart between the myocyte بين خلايا القلب، موجود عندنا ايش؟ الانتركالات الديسك اللي بتسمح بنقل جهد الفعل بينهم كلهم كوحدة واحدة. تمام.
اوكي الانتركالاتر ديسك هي عباره عن تو سيل ميمبران ار اميرج توجذر از ون سيل ميمبران. حكينا بين الغشاء بين الغشاء تبع كل خليه والثانيه بتكون انت موجوده عند الانتركالاتر ديسك اللي هي ريسبونسبل فور ذا كونتراكتيليتي اوف ذا اتريوم اند فينتريكل از ون يونت. انه كيف عندنا حكينا زمان اذا متذكرين بالاناتومي اللي اخذوا عند دكتور جمال كان يحكي لنا انه كانوا يفكروا ان الهارت از انه work as a syncytium. لما كنا نحكي طب شو يعني syncytium كنا نحكي انه معناها انه القلب عبارة عن خلية واحدة. لا كان يفكر انه هو عبارة عن خلية واحدة لانه بينبض كوحدة واحدة, نبض القلب كله بيصير بنفس الوقت, عشان كانوا يفكروا عبارة عن خلية واحدة كبيرة وبينبض بنفس اللحظة. بس وقتها حكينا ايش انه القلب work as a functional syncytium, يعني ايش بس بالfunction تبعه, يعني الاتريوم كله بينقبض بنفس اللحظة والفنتريكل كله بينقبض بنفس اللحظة. سو الهارت كامل بتصير النبض في الانقباض كله بنفس اللحظة, المسؤول عن انه الانقباض بالقلب كوحدة واحدة اللي هو ايش وجود الانتركاليتد ديسك. يعني لما ينتشر جهد الفعل بالاتريوم راح ينقبض الاتريوم ويصير عندنا ايش اتريوم سنسيشيوم. بعد هيك بنتقل جهد الفعل للفنتريكل بصير فيها انقباض للفنتريكل كامل وبنحكي عن ايش فنتريكل سنسيشيوم. So it water fluid channel عبارة عن قنوات زي بتكون filled with water. It making fast and quick transmission of ion cyclic A and B action potential and they increase the permeability for the flow of ion. تمام, يعني رح تسمح بنقل أسرع للأيونات للأكشن potential, بتزيد سماحية مرور الأيونات. يعني الحكاية كمان مرة انه لما الاكشن بوتنشال يبدأ وينشأ بالاس اي نود راح ينتقل مباشرة ويكويكلي بينهم نتيجة وجود ايش الانتركاليتد ديسك. تمام, هلأ لما راح نحكي عن الفسيولوجي اوف ذا هارت, لما نبلش نحكي بالتفصيل عن الهارت راح نحكي انه كيف بتصير في الاكسايتابلتي, كيف بتصير الكونتراكتيلتي والكوندكتيفتي. تمام, هلا بالنسبه للاكسايتابيلتي اوف ذا هارت يعني معك انا اكسايتابيلتي يعني كيف القلب بيصير فيه تحفيز. قبل شوي حكيت لكم انه معظم الاجزاء بالجسم بتوصلها اشارات من الدماغ عشان تتحفز, صح؟ بس حكيت انه القلب هو عباره هو بيكون ايش سيلف اكسايتابل. شو يعني سيلف اكسايتابل؟ يعني القلب بينقبض من ذاته بدون ما يحتاج للدماغ انه يعطيه اشارات. طب كيف هذا الاشي بيصير فيه وكيف انه هو بينقبض من ذاته؟ نتيجه وجود ايش البيس ميكر اوف ذا هارت, عنده خلايا معينه مسؤوله عن انتاج الاكشن بوتنشال, مسؤوله عن انتاج جهد الفعل اللي بينتقل ما بين الخلايا. تمام, سو ذا هارت از سيلف اكسايتد وذ اور وذاوت كنترول اوف ذا برين, يعني بينقبض من ذاته بدون حاجه للدماغ. يعني حتى لو مسكنا قلب مثلا طلعناه من الجسم راح يضل ينبض لانه اصلا الخلايا المسؤوله عن انه ينبض موجوده في نفسه. تمام, طب اقول لك واي از ذا هارت از سيلف اكسايتد, بيحكي لك نتيجة ايش وجود ال the action potential is initiated in the base maker, موجودين وين بنشأ من البيس ميكر اوف ذا هارت اللي هم عبارة عن ايش ال SA نود وال AV نود, وهي هي بتنشأ من ال SA نود. تمام, طيب ايش بيخلي ال SA نود self excitable؟ ليش ال SA نود غيرها عن باقي كل الخلايا وبتقدر تصنع ال action potential؟ ليش هاي self excitable؟ هلا بدنا نعرف شغل قبل ما نبلش انه نحكي انه كيف انه ليش ال SA نود بتكون self excitable وهي اللي بتصنع الاكشن بوتنشال. تمام, هل اعرفوا شغله انه جوا الخليه بيكون عندنا ايش سالب, برا الخليه ايش موجب. هاي السالبيه اللي بالخليه اذا احنا قللناها خليناها موجبه اكثر راح ينشا عندنا ايش ينشا عندنا جهد الفعل. تمام, يصير عندنا ايش ديبولاريزيشن, ازاله استقطاب, نعمل ازاله استقطاب. تمام, اوكي هلا الاكشن بوتنشال هيك از انيشيتد ايش ان ذا بيس ميكر. طب ايش اللي بخلي الاس اي نود انها تصنع الاكشن بوتنشال؟ نحكي انه هي فيها تو تايب اوف تشانلز, فيها نوعين من القنوات موجودين فيها, موجود فيها السلو كالسيوم اند صوديوم تشانلز, موجود فيها ايش الفاست صوديوم تشانلز. هلا السلو كالسيوم اند صوديوم تشانل هاي بتكون مفتوحه بالاس اي نود بينما الفاست صوديوم بتكون مسكره. طيب نركز بالقناة الأولى الموجود فيها, إيش يعني إيش حكينا اسمها؟ سلو كالسيوم صوديوم تشانل, الكالسيوم بلس 2 الصوديوم بلس 1. دخول إشي موجب جوا الخلية السالبة رح يقلل السالبية فيها, إيش رح يعمل؟ رح يعمل ديبولاريزيشن. تمام, هلا
هاي القناة سلو كالسيوم اند صوديوم ات شانل بتكون مفتوحة تمام، لأن الويدث والنيجاتيفيتي تبعتها بتسمح بمرور كمية كافية منهم، فرح يضل رح يصير عندنا استمرار ويعني دخول باستمرار للكالسيوم والصوديوم. هدول دخولهم جوا الخلية رح يقلل السالبية فيها ورح يعمل ايش؟ إزالة استقطاب، رح يعمل ديبولاريزيشن. هذا الاشي مسؤول عن تحفيز القلب، يعني كون عندنا اكشن بوتنشال نتيجة ايش؟ الديبولاريزيشن اللي صار انها قلت السالبية جوا هاي الخلايا تمام. وبعدين طالما انا نتج عندي جهد الفعل جوا الاس اي نود، هدول الاس اي نود وين موجودين؟ موجودين بالاتريوم، راح ينتقل على الاتريوم كلها نتيجه الانتركليتد ديسك، وكل الاتريوم وكل الاتريا تنقبض يصير فيها كونتراكشن از ا وان يونت كوحده واحده، وبنسميها ايش؟ اتريال سنسيشن. بعد هيك راح ينتقل من خلال الاي في نود لوين؟ للفنتريكلز، وبسبب وجود كمان مرة الانتركليتد ديسك رح ينتقل لكل الخلايا فيها وتنقبض الفنتريكل كوحدة واحدة ونسميها ايش؟ فنتريكل سنسيشن تمام؟ سو جهد الفعل هون او الاكشن بوتنشال نشأ عنا من الاس اي نود اتسبريد دايركتلي اند كويكلي اول اوفر ذا فنتريكل اند اول اوفر ذا اتريوم اند كونتراكت از ون يونت. اوكي نرجع نشوفها هون كيف مكتوبة كمان مرة، بحكي لك نتيجة وجود سبيشال تايب اوف تشانل قنوات مخصصة بالاس اي نود اللي هم بيسمحوا بانتاج الاكشن بوتنشال ونخليه ايش يمر بين الخلايا. حكينا انه تو تايب اوف تشانلز، عندنا الكالسيوم سلو كالسيوم اند صوديوم تشانل والفاست صوديوم تشانل. الفاست صوديوم تشانل هاي بتكون مغلقة بالعادة نتيجة هايها انه they are blocked because of high negativity inside the SA node، لانه الاس اي نود بصير انه جهد الفعل فيها سالب 55، سالب 55 اللي هو بعد ما يصير فيها ديبولاريزيشن بعد بضل سالب 55، سو السالبيه فيها ما هيك ضلت عاليه، عشان هيك الفاست صوديوم تشانل بتكون مغلقه، بينما الويث والنيجاتيفيتي تبعت السلو كالسيوم اند صوديوم تشانل بتكون مناسبه إلها، سو عشان هيك بتكون مفتوحه اند enabling abundant and continuous entrance of calcium and sodium، رح تخلي دخول مستمر بكميات مناسبة من الكالسيوم والصوديوم جوا الخلية، ويعمل ايش؟ يعمل depolarization فيها، so هي المسؤولة عن excitability of the heart تمام. وهذا السبب اللي بنحكي عنه انه الهارت is self excitable. وبقول لك انه مجرد ما نشأ الاكشن بوتنشيال بالاس اي نود رح ينتقل بشكل سريع بالاتريا contract as one unit وتنقبض كوحدة واحدة بنسميها atrial syncytium، وبنفس الاشي رح تنتشر بين كل خلايا الفنتريكل وتنقبض الفنتريكل كوحدة واحدة بنسميها ايش؟ ventricular syncytium. هلأ رح نحكي عن contractility of the heart، انه كيف القلب بينقبض بعد ما وصل الاكشن بوتنشيال، كيف بصير في الانقباض. هلأ قبل ما نحكي بالضبط انه كيف الانقباض اللي بصير بالهارت، رح نرجع شوي للcontractility اللي بتصير بالskeletal muscles عشان نقدر نفرجيكم الفرق ما بين الـ contractility of skeletal muscles and contractility of the heart. هلا بالبداية متذكرين بداية المحاضرة ايش حكينا؟ حكينا انه الـ skeletal muscles العضلات الهيكلية عشان تنقبض رح يوصلها اشارات من وين؟ من الدماغ. الدماغ كيف ببعت اشارات للـ skeletal muscles؟ ببعتها من خلال ايش؟ النيورون اللي هو ايش؟ عصبون تمام؟ هلا لما يوصل الـ action potential لنهاية النيورون ايش رح يصير؟ رح تفتح عنا الكالسيوم فولتج جيتد تشانل تمام، رح تفتح قنوات الكالسيوم ورح يطلع الكالسيوم بكميات كبيره، وايش يعمل؟ بروح بيلتصق بالفيزيكلز الموجودين وين؟ بنهايه النيورون. هلا هاي الفيزيكلز عباره عن حويصلات، ايش بتكون جواها؟ بيكون جواها نيورو ترانسميترز اللي هو ناقل عصبي. رح في عندنا كتير انواع من النواقل العصبيه، بس بالسكيلتال ماسلز بالعاده بيكون عباره عن ايش؟ عباره عن اسيتيلكولاين تمام. رح يرتبط هذا الكالسيوم بهاي الفيزيكلز وتخليها ايش؟ توصل لنهايه الاكسون اللي هو نهايه النيورون، وتطلع النيورو ترانسميتر اللي فيها من خلال ايش؟ الاكزوسايتوسيس تمام. يعني بصير عندنا اكزوسايتوسيس وبيطلع لنا ايش؟ هذا الاسيتيل كولاين. الاسيتيل كولاين ايش بصير فيه لما يطلع هون؟
جزء منه رح يتكسر ويرجع مرة تانية لأسيتات أنكولين، وجزء تاني رح يكون في إله مستقبلات على خلايا السكيلتن مسلز عشان تستجيب له. كيف بتكون استجابة خلايا السكيلتن مسلز لهذا الأسيتيل كولين مباشرة؟ مجرد ما يوصل الأسيتيل كولين إلها رح تستجيب إله عن طريق أنها تفتح الفاست صوديوم تشانل. طالما فتحت الفاست صوديوم تشانل رح تصير داخل كميات كبيرة كتير من الصوديوم للخلية. لما تدخل كمية كبيرة من الصوديوم للخلية اللي حكان من الأصل جوا سالبة، رح تقلل السالبية فيها وتعمل إيش؟ ديبولاريزيشن. وهيك احنا نقلنا جهد الفعل لوين؟ للسكيلتال مسلز. بعد هيك رح تمشي وتروح لوين؟ على ال رح تروح الجهد الفعل لوين؟ على الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الشبكة الاندوبلازمية الملساء. هاي الشبكة الاندوبلازمية الملساء هي عبارة عن مخازن للكالسيوم، بتروح بتطلع الكالسيوم الموجود فيها، فهذا الكالسيوم رح يرتبط بالترومبوميسن ويزيح، يعني رح يرتبط بالترومبوميسن ويزيحها، يعني يزيح موقع ارتباط الاكتين بالميسن. يعني هذا الترومبوميسن بيكون مغطي موقع ارتباط بالاكتين والميسن، فلما يجي الكالسيوم يرتبط بالترومبوميسن رح يخلي موقع ارتباط الاكتين بالميسن مفتوح ويرتبطوا مع بعض، ويصير عندنا انزلاق بينهم وبصير عندنا انقباض العضلات. اوكي، يمكن تخربطتوا او عجقتكم فيها، سرح اعيدها مرة تانية. تمام، هلا السكيلتال مسلز عشان تنقبض رح يوصلها اشارات من وين؟ من الدماغ. هاي الاشارات كيف ببعثها الدماغ؟ ببعثها عن طريق نيورون، عصبون. تمام، بنهاية النيورون بالاكسون اوف النيورون رح تفتح لنا ايش؟ الكالسيوم فولتج تشانل. تمام، كالسيوم فولتج جيتد تشانل رح تفتح. هذا الكالسيوم بيروح بيرتبط بالايش؟ بالفيزيكال. تمام، ايش رح يعمل؟ يعني لما يطلع عنا الكالسيوم بيزيد الاتراكشن اوف فيزيكلز، رح يرتبط بالفيزيكلز. هاي الفيزيكلز ايش فيها؟ هاي الحويصلات فيها النيورو ترانسميترز. ايش بتعمل بهذا النيورو ترانسميتر؟ الناقل العصبي بتحرر النيورو ترانسميتر الموجود فيها من خلال الاكزوسايتوسيس، يعني بتطلع برا النيورون. بروح وين؟ على منطقه السينابس اللي هي ايش؟ يعني الفراغ اللي بيكون موجود بين التو نيورون بنسميه سينابس. بهاي المنطقة اللي هي أو بنحكي عنها جنكشن بتوين نيورون. تمام، السينابس هو الجنكشن بين تو نيورون، رح يطلع لنا ايش؟ الأسيتيل كولين فيها. هذا الأسيتيل كولين شو مصيره؟ يا أما رح يصير له ديجراديشن إنه يتكسر ويكون الأسيتات أند كولين ويكون أسيتيل كولين مرة تانية، يا أما إنه رح يصير في استجابة له. رح أحكي لكم معلومة تستفيدوا منها لما ندرس الريسبترز. اي ماده بتطلع بالجسم لازم يكون في لها خلايا تستقبلها، والاستجابه لكل ماده رح تختلف من مكان لمكان، رح تختلف حسب شو الريسبتر لها. عشان هيك الاسيتيل كولين رح يكون في له مستقبلات على سطح السكيلتال مسلز. تمام، كيف بتستجيب لهذا الاسيتيل كولين؟ بتستجيب فيه من خلال فتح الفاست صوديوم تشانل. تمام، لما تفتح الفاست صوديوم تشانل رح تصير دخل صوديوم لجوا الخليه، وحكينا جوا الخليه سالب. لما يدخل مادة موجبة زي الصوديوم اللي هي بلس 1 رح تقلل السالبية فيها وتعمل ديبولاريزيشن. ايش يعني ديبولاريزيشن؟ يعني ازالة استقطاب. ايش يعني؟ يعني نقلت جهد الفعل لوين؟ للسكيلتال مسلز. تمام، هلأ بعد ما نقلت جهد الفعل للسكيلتال مسلز رح يضل ينتقل فيها ليوصل لوين؟ للساكرو بلازميك ريتيكولم، شبكة الاندوبلازمية الملساء اللي بنعرف انها ايش هي؟ عبارة عن مخزن للكالسيوم، بتروح بتطلع كمية من الكالسيوم اللي فيها. هذا الكالسيوم بيرتبط بالترومبوميسن. هذا الترومبوميسن شو بيعمل؟ بيكون مرتبط، يعني مسكر موقع ارتباط الاكتين بالميسن. لما يرتبط الكالسيوم فيه بيزيحه، وبالتالي ايش صار عندنا؟ موقع ارتباط الاكتين والميوسن فاضي، صار رح يرتبطوا ببعض ويصير عندنا ايش؟ انقباض للسكيلتال مسلز. اوكي، نقرا كمان مره كيف بتصير عندنا الكونتراكتيلتي اوف ذا هارت، كيف بينقبض القلب، وشو هو الفرق ما بين الكونتراكتيلتي اوف ذا هارت اند كونتراكتيلتي اوف سكيلتال مسلز. طيب اوكي، خليني احكي لكم بس كمان شغله. احنا عملنا ديبولاريزيشن من خلال انه ايش؟ انه قللنا السالبيه جوا الخليه. كيف برجع بصير عندنا ريبولاريزيشن؟ يعني صار عندنا انبساط. لما تفتح عنا قنوات البوتاسيوم، بتفتح عنا قنوات للبوتاسيوم، بتصير تطلع بوتاسيوم من جوا الخلية. الخلية أصلا هي قلة السالبية فيها، فلما تطلع بوتاسيوم تطلع إشي موجب، بترجع بتستعيد السالبية اللي فيها وبصير فيها ريبولاريزيشن. تمام؟ أوكي، هلأ what is the difference between the contractility of the heart and the contractility of skeleton muscles؟
في عنا فرقين. هلأ بالبداية أوكي رح يحكي هنا كمان مرة نقرأ الحكينا تبع contractility of skeletal muscles عشان تثبت المعلومة أكتر. بقولك we will have a stimulus. This stimulus will go to the brain and the brain will give order to skeletal muscles. تمام؟ يعني رح نكون إحنا بحاجة لانقباض العضلات. So هاي رح توصل إشارة للدماغ إنه إحنا لازم يصير عنا انقباض بالعضلات. فالدماغ يبعت إشارة من خلال النيورون للسكيلتن ماسلز عشان يصير فيها إيش contraction. الأكشن بوتنشيال إيش رح يعمل؟ أول ما ينشأ رح يؤدي إلى entrance of calcium ion to inside the nerve. حكينا رح تفتح لنا قنوات الكالسيوم وتزيد ال attractiveness of vesicles رح ترتبط بالحويصلات وتطلع الأستلكولين اللي فيها. تمام؟ الأستلكولين رح يطلع بالإكزوسايتوسيس يروح لوين؟ على السينابس اللي هي حكينا إيش الجنكشن between two neuron. وهكذا إيش بيصير بالأستلكولين؟ يا أما إنه رح يتكسر الأسيتات and كولين ويرجع مرة تانية يعمل أستلكولين، أو إنه جزء منه رح يروح يكون استجابة له. تمام؟ هلأ الأستلكولين كيف حكينا استجابة السكيلتال ماسلز له؟ من خلال إنه it's work on fast sodium channel. رح تفتح الفاست sodium channel والأكشن بوتنشال ينتقل فيها. So the entrance of action potential to muscle will stimulate sacroblasmic reticulum. لما يوصل للsacroblasmic reticulum الشبكة الاندوبلازمية الملسعة اللي هي عبارة عن storage of calcium مخزن الكالسيوم رح يطلع الكالسيوم. طب شو أهمية الكالسيوم بانقباض العضلات؟ بقولك إنه there will be an interaction between a cross bridge myosin and actin. حكينا انه منطقة ارتباط الاكتين والميسن بتكون covered with thrombomycin، بتكون مغطي بالthrombomycin. So لما يجي عندنا الكالسيوم رح يعمل displacement of thrombomycin، رح يبعد الthrombomycin من موقع ارتباط الاكتين بالميسن. So رح يرتبطوا مع بعض ويصير عندنا ايش انقباض للعضلات. اوكي هلا رح نحكي كمان مره الشيء المهم عندنا انه شو الفرق ما بين ال contractility of the heart and the contractility of skeletal muscles. هلا بالبدايه الفرق عندنا، اول فرق عندنا ايش بال source of calcium، ايش مصدر الكالسيوم. بالسكيلتال muscles حكينا مصدر الكالسيوم من وين؟ من sacroblasmic reticulum. بينما الهارت في عندنا مصدر ثاني وهو المصدر الاساسي للكالسيوم اللي هو ايش الترانزيرفت بيول، بيعطي كميه كالسيوم اكثر. عشان هيك انه ال contractility بتكون اكثر بالهارت. تمام؟ So the main source هي هون بقولك إنه the main source عندك sacroblasmic reticulum، بينما هون أنا يا بالهارت من الترانزيرفت بيول هم الأشياء الأنابيب المستعرضة هي بتكون مسؤولة عن إعطاء الكالسيوم، هي المصدر الأساسي للكالسيوم بالخلايا. تمام؟ هلا the second difference between them إيش عنا؟ إنه أوكي أحكي لكم كيف بتصير الشغلة الفرق بينهم. هلا بالبداية بالسكيلتال مسلس هيها رح نكون احنا هون. تمام؟ نعمل يدخل عنا الكالسيوم، الكالسيوم هاد يعمل ديبولاريزيشن، تضل في عنا جهد فعل. بعد هيك رح تفتح عنا البوتاسيوم تشانل، تصير الخلية تطلع بوتاسيوم ورح يرجع يصير فيها ايش ريبولاريزيشن، هيها رح تنزل يرجع ريبولاريزيشن وترجع لوضع الطبيعي. هاد بيصير وين؟ هيك بتصير عنا بالسكيلتال ماسلز. بينما بالقلب في عنا ايش اسمه بلاتو فيز. شو هاي البلاتو فيز؟ بالبداية مش احنا حكينا انه نفس الاشي رح تفتح الكالسيوم ويصير عنا ايش depolarization of the heart. هلأ بعد هيك المفروض ايش يصير؟ انه تفتح عنا القنوات البوتاسيوم وتعمل ايش repolarization. بس هون بنفس الوقت عشان وجود البلاتو فاز ايش بصير عنا؟ بتفتح قنوات كالسيوم. قنوات الكالسيوم هاي او بنحكي عنها slow calcium channel ايش بتعمل؟ بتصير بنفس الوقت اللي عم بيطلع فيه بوتاسيوم عم بتدخل كالسيوم، سواء بتطول فترة الديبولاريزيشن، عم بتطول فترة الانقباض اللي بتصير بالقلب. تمام؟ اوكي the second difference that the action potential we have اللي هي البلاتو فاز بتعمل ايش؟ prolongation of contractility، طول الفترة اللي بصير فيها contraction. ليش؟ نتيجة انها بتفتح الـ slow calcium channel. يعني بعد ما احنا صار عنا الـ انه depolarization، قبل ما يصير عنا repolarization بسرعة بتصير فاتحة مع فاتحة ايش الكالسيوم channel، بتصير تدخل كالسيوم، يعني عم بتحافظ انه يضل جوا اقل سالبية. بعد هيك لما تسكر الكالسيوم channel بتصير تطلع البوتاسيوم وايش تعمل؟ وتعمل ريبولاريزيشن. سو عشان هيك بصير عندك الفتره تاعت الكونتراكشن اطول بالهارت.
تمام. كمان في عندنا بالنسبه للريفراكتور بيريد، شو الريفراكتور بيريد؟ هي الفتره ما يعني بعد ما يصير احنا عندنا اكسايتابيلتي اوف ذا هارت، يعني انا حفزت القلب تمام، الفتره ما بين انه يصير عندنا كمان مره اكسايتد اوف ذا هارت بسميها ايش؟ ريفراكتور بيريد، بنحكيها فتره الجموح. يعني بهاي الفتره ما بيستقبل القلب اي اكشن بوتنشال تاني. في عندنا نوعين من الريفراكتور بيريد، عندنا ابسولوت ريفراكتور بيريد و relative refractory period. هلا absolute refractory period it's a period where it's completely impossible for another action potential to be activated. تمام؟ يعني بالabsolute يعني مستحيل القلب أو مستحيل الأورجان يستجيب لأي action potential تاني شو ما كانت قوته، مستحيل غير لما يخلص اللي بلش فيه. بينما بالrelative ممكن إذا كان الaction potential قوي يستجيب له، بس بالهارت ما في عندنا غير absolute refractory period، يعني مستحيل يستجيب لأي action potential تاني بنفس الوقت. عشان هيك ما بصير عندنا spasm للهارت، ما بصير في عندنا تشنج بعضلة القلب لأنه ما بتستقبل أكتر من action potential تمام. وهذا الإشي يعني كتير يعني ما بصير عندنا شد عضل بالقلب، ما بصير عندنا تشنج لأنه إيش؟ نتيجة الـ absolute refractory period تمام. so هاي كمان مرة الفرق بينهم. هنا فتحنا احنا الكالسيوم فولتج جيتد تشانل، صار عندنا ديبولاريزيشن اوف ذا هارت. بعد هيك صار عندنا البلاتو فيز، فتحت الكالسيوم ومنعت انه يصير عندنا ديبولاريزيشن. بعد هيك ايش صار عندنا؟ صار عندنا فتحت البوتاسيوم فولتج جيتد وصارت تطلع البوتاسيوم وترجع الخليه جوا ساله، وهي بنسميها ايش؟ ريبولاريزيشن تمام. بالهارت سوري بالسكيلتال ماسلز معنا هاي البلاتو فيز، فعشان هيك بتلاقي الانقباض بصير بوقت اقل واسرع. هلا الاي سي جي اللي هو تخطيط القلب، عشان نعرف احنا شو وضع القلب شو صحه القلب دائما بيعملوا صور اي سي جي. هاي الاي سي جي بتدلنا على الاكشن بوتنشال، انه كيف بصير عندنا جهد الفعل، كيف بينتقل. في امراض معينه راح تصير عندنا مشاكل بالكوندكتيفيتي، هاي كلها بتبين بالاي سي جي. هلا طب شو دلالة ال BQRST اللي بنشوفهم بالاي سي جي؟ شو دلالة هاي الإشارات أو هاي هذا التخطيط اللي نحن بنشوفه؟ شو دلالة كل رمز فيه؟ هلا بالنسبة لل B wave هاي بتبين إيش؟ الأتريال ديبولاريزيشن، يعني لما ينتقل جهد الفعل على الأتريال ويصير فيها ديبولاريزيشن، هاد ببين إيش؟ بال B wave هاي. هلا ال QRS بتبين إيش؟ ال ventricle ديبولاريزيشن، بس يصير ديبولاريزيشن of ventricle. التي واف بتبين ايش؟ الفنتريكل ريبولاريزيشن، وبنفس الوقت بيصير فيها ايش؟ بتبين ايش؟ الفنتريكل ريبولاريزيشن. طب هلا متى صار عندنا الاتريال ريبولاريزيشن؟ بيصير بنفس الوقت تبع الكيو ار اس، بس احنا اكيد بهمنا الفنتريكل ديبولاريزيشن اكثر من الاتريال ريبولاريزيشن. اوكي هلا بالنسبه لهدول مش اشي كتير مهم، بس انه نحنا لما كيف اصلا بنعمل صورة اي سي جي للمريض بيكون في هيك اكتر من اشي بنثبتهم على قلب على صدر المريض وهيك. فهدول هم اللي بحكي لك اياهم، انه في عنا اشياء بتكون موجودة على اللمب اللي هي عائد، وفي اشياء بتكون موجودة على التشست، وهون بس حكي اسمائهم هيك. هدول احنا بنحطهم على صدر المريض وعائده بس عشان يطلع لنا هذا الاي سي جي، يطلع لنا هذا التخطيط تبع القلب تمام. اوكي هلا في معلومة كتير مهمة، ليش دايما نحن بنهتم بالمشاكل بتصير بالفنتريكل؟ ليش دايما الأشياء اللي كتير خطيرة بتكون هي المشاكل تبعت الفنتريكل؟ في عنا 75% من الدم اللي بيوصل للآتريوم بيروح باسيفلي للفنتريكل، يعني بدون أي انقباض للآتريوم بدون أي جهد رح ينتقل 75% من الدم للفنتريكل. عشان هيك مش كتير خطيرة الأشياء اللي بتصير وين؟ بالآتريوم، لأنه أصلا 75% هيك ولا هيك جاي، فبضل عندنا 25% هاي اللي بتنتقل نتيجة الـ contraction of atrium. so المشاكل تبعت الاتريوم ما بتكون كتير خطيرة، بينما مشاكل الفنتريكل بتكون خطيرة، لأنه أصلا كل انتقال الدم للبالمونري آرتري مثلا أو الأورتا بتصير من خلال انقباض الليفت فنتريكل، ما بنتقل باسيفلي تمام. so كمان مرة 75% من الدم flow from the atrium to ventricle spontaneously passively بدون أي جهد، يعني من دون ما يصير عندنا without needed of atrial contraction، من غير ما نحتاج إنه يصير عندنا contraction of atrium. عشان هيك بنحكي عن الاتريوم هي primary pump تمام، يعني زي مضخة أولية أو ثانوي أو أولية. so why we don't afraid from atrial fibrillation؟ ليش ما نخاف من المشاكل بتصير
بالقلب بشكل عام رح ناخذ لقدام شيء يعني اتريال فايبريليشن لانه هاي المشاكل بقول لك لانه 75% من الدم بينتقل باسفلي من غير ما يصير في اي كونتراكشن اوف اتريوم تمام. وكتير بنخاف من الventricle fibrillation بتكون مبدئيا مميتة لانه الكارديك اوتبوت بيعتمد على الكونتراكتيلتي اوف الventricle. شو الكارديك اوتبوت؟ انه كمية الدم اللي بتطلع من القلب تمام، والدم اللي بينضخ للجسم كامل بيعتمد على شهر الكونتراكتيلتي اوف الventricle، عشان كحنا كتير بنهتم فيها. يعطيكم العافية.